السلام عليكم، سعيد بلقائكم وأسعد بالحديث مع وجوهكم الطيبة. على كل حال، سامسونج أطلقت سلسلة من جالكسي آي الجديدة، وهي تحديثات على 8 هواتف في الطبقة الاقتصادية والمتوسطة. طبعا في هذا الفيديو سنحاول إبراز سعر والاختلافات. أما المواصفات الكاملة تجدونها على موقعنا الرسمي، ورابطها كلها أسفل هذا الفيديو. لذا في حال أعجبك أي موبايل، انزل تحت الفيديو وادخل في الرابط المناسب لتجد جميع ميزاته وعيوبه ومواصفاته الرسمية. ولا تنسوا شباب كالعادة وكما عودتمونا ضغط زر اللايك أسفل هذا الفيديو، وهذا يعتبر أقل شيء بإمكان متابعي ومحبي أمني تقديمه لنا. المهم ما أطول عليكم، أخليكم مع المقطع، مشاهدة طيبة. بداية حديثنا عن نسخة جالكسي A70S، حيث كنا رجعنا النسخة العادية لمرتين على قناتنا، وفي النسخة الجديدة لم يتغير أي شيء تقريبا، فما زال لدي الشاشة 6.7 إنش FHD+ مع معالج سناب دراجون 675، وتم تغيير كاميرا من 32 إلى 64 ميجا بكسل مع فتحة عدسة أقل، مع نفس الكاميرا الثانوية 8 ميجا بكسل والثالثة 5 ميجا بكسل. يباع الهاتف بسعر 70,000 دينار جزائري، والأسعار بالدولار تظهر على هذا الفيديو، وأرى أنه مبلغ مبالغ فيه، إذ أنه لا يتغلب حتى على ريلمي كيو الذي تجد مراجعته على موقعنا الرسمي. هاتف جالكسي A50S كنا رجعناه كليا على قناتنا مع مواصفاته، ميزاته، عيوبه، وسعره الجديد هو 52,000 دينار جزائري، حيث أن الاختلاف بينه وبين النسخة القديمة هو الكاميرا الخلفية وكاميرا السيلفي. هاتف جالكسي M40S بسعر 39,000 دينار جزائري، حيث أبقت سامسونج نفس المعالج الضعيف ووضعت شاشة بدقة أقل HD+ بدل الـ FHD+، وكاميرا أساسية أضعف وكاميرا سيلفي أضعف أيضا، لكن تم تغيير بطارية إلى حجم أكبر 5000 ملي أمبير وشاشة أكبر 6.4 إنش بدل 5.9، لكن يبقى أسوأ تحديث في هاته السلسلة. هاتف جالكسي M30S تجدون تحليل ومقارنة كاملة مع نسختها القديمة في قناتنا أو في الرابط أسفل هذا الفيديو، حيث يباع بسعر 60,000 دينار جزائري، لكن سعره الحقيقي هو 42 حتى 45,000 دينار جزائري فقط. هاتف جالكسي A30S ومقارنة بنسختها العادية، لدينا هنا شاشة أضعف بدقة HD+ وكاميرا خلفية بدقة أكبر 25 بدل 16 ميجا بكسل، وكاميرا ثالثة إضافية للصور البورترية، واستعملت شركة مستشعر بصمة بصري بدل التقليدي، وسعره يبدأ من 39,000 دينار جزائري. هاتف جالكسي A20S وقد تم إجراء كبير على التعديلات هنا، حيث أصبح وزنه كبير مقارنة بالإصدار العادي، واستعمال شاشة IPS بدل السوبر أموليد للأسف، مع معالج كوالكوم 450 بدل إكسينوس الذي أعطانا أداء ضعيف جدا مقارنة بالموبايل العادي. وقد تم إضافة تطوير على الكاميرا الأساسية والثانوية، مع إضافة كاميرا ثالثة للصور البورترية، وسعره يبدأ من 33,000 دينار جزائري. في السابق جالكسي A10 صنفناه كأفضل هاتف في طبقته الاقتصادية، لكن A10S للأسف لن يكون كذلك، حيث استعملت سامسونج معالج ميديا تك بدل الإكسينوس الذي أعطانا أداء ضعيف، مع استعمال دعم لذاكرة تخزين خارجية أصغر، وحاولت تعويض ذلك من ناحية البطارية الأكبر 4000 ملي أمبير، وإضافة مستشعر بصمة تقليدي، وتغيير على بكسلات كاميرا السيلفي، وإضافة كاميرا خلفية ثانوية للصور البورترية، ويبدأ سعره من 24,000 دينار جزائري. في الأخير جالكسي M10S، ومسبقا كان خيار جالكسي M10 أسوأ ما صنعت سامسونج هذه السنة، لكن النسخة الجديدة تم إجراء تعديلات كبيرة عليها، حيث طوروا معالج ليعطينا أداء أقوى بكثير، مع استعمال شاشة سوبر أموليد بدل TFT، كما وضعت عليه بطارية أكبر 4000 ملي أمبير مع الشحن السريع، إضافة إلى تطوير كاميرا السيلفي والتي أصلا كانت أفضل من كاميرا A10، مع وضع شاشة أكبر بحجم 6.4 إنش مع إضافة منفذ USB Type-C بدل العادي، وكل هذا بنفس السعر 24,000 دينار جزائري. في الأخير نرى أن بعض النسخ تحسنت وبعضها صار أسوأ، ومن بين النسخ التي أنصحكم بها هو جالكسي M10S، جالكسي A10، جالكسي A30 وجالكسي A30S وجالكسي A50S، ومن بين النسخ التي أنصحكم بالابتعاد عنها لدي جالكسي A70S، جالكسي A10S، جالكسي A20S والجالكسي M30، والنسخ البقية أنت حر في شرائها من عدمه. يلا شباب، إلى هنا نكون وصلنا لنهاية
أعجبت المقطع فلا تنسوا زر الاشتراك والانضمام إلى قناتنا المتواضعة عبر زر الاشتراك طبعا. والأهم كما أقول لكم دائما هو تفعيل زر الجرس حتى تتوصلوا بجديد فيديوهاتنا في عالم الجوال، كذا لنتناقش أكثر حول جديد هذا العالم ولنتعرف على أفضل الخيارات لنا. يلا دمتم في رعاية الله، peace out.